يأتي شخص لنقل امرأة تقول بأن هناك من يؤلمها ويؤذيها ويوجعها ويحزنها ويبكيها، ولكنها تعلم بأنه يحبها. الله، كيف اجتمع هذا وذاك؟ يحبها ولكنه يوجعها ويؤلمها ويؤذيها ويبكيها ويحزنها، ولكنه يحبها. الذي يحب لا يؤذي ولا يوجع ولا يبكي ولا يحزن ولا يؤلم ولا يبكي ولا أي شيء ولا يعذب. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ أنتم تقولون بأن الله يحبكم، إذن فلما يعذبكم بذنوبكم؟ طبعا تكملت الآية: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولكنه أوصل الرسالة أن الذي يحب لا يؤذي ولا يوجع ولا يعذب ولا يحزن ولا يبكي. لذلك يا سيدتي، هذا لا يحبك. وصلت الرسالة؟